كم عدد العظام في جسم الإنسان البالغ؟ نشكركم على مشاهدة الفيديو وندعوكم إلى الإعجاب به إذا استفدتم. في هذا الموضوع سنتحدث عن عظام الإنسان البالغ وكم عددها. معلومة مفيدة، فهذه العظام تكون في الأول على شكل غضاريف، بعد ذلك تصبح صلبة لتتكون إلى عظام. ونقطة أخرى مهمة هو أن هذه العظام في الأصل يكون عددها أكبر عند الصغار من العدد الحقيقي عند الكبار، وتكون عند الصغار ما يقارب 270 عظم، وعند الإنسان البالغ تصبح هذه العظام 206 عظم.